يوم الاثنين من الأسبوع الخامس من الخماسين المقدسة، هيكل القلب. تعال يا ربي اليوم وقدس هيكلك واملأه من نعمتك، طهره من نجاسته واشف الأمراض وأزل رائحة الموت، ضع فيه إيماني حبة الخردل وروحك القدوس وسر الشركة معك، اروه من ينبوعك واملأه من مجدك ومن جلالك، ضع فيه مشيئتك فأتبعك كل حين وانتهر الريح والعواصف، افتح عيني كي أراك ومسامع القلب كي أسمع صوتك، املأه تسبيحا وصلاة وذبائح روحية ناطقة، املأه من إيمانك ومحبتك ونورك. ربي يسوع، روحك القدوس يطهرني ويملأني من شوق محبتك ويعمل في بأنات لا ينطق بها.